ساعة السعادة، ساعة الفرح، ساعة الشباب مع دكتورة حسين غانم. تسألوا فيا دايما دايما دايما، من أكثر الأسئلة اللي تسألني أنت عند مين تعمل وجهك؟ دكتور حسين غانم من أول ما جيت لمصر نصحوني بني، منعش لو تتذكرها منى اللي كانت في ريس، ونصحوني بيه كذا واحدة ساكنين في المعادي. أول شيء لأنه شاطر شاطر ما شاء الله، حتشوفوا أنتم البيفور، ده البيفور، حتشوفوا الأفتر، حوريكم إن شاء الله من الأسبوع ده كيفاش كل يوم الوجه يتطور. دكتور حسين غانم من أشطر ما ثم في مصر، أنا معناها جربت عند كثير، اديني رجعت ونجري وفرحانة. اقعدوا معايا حتشوفوا الريزالت. دكتور ممكن تقول لهم حنعمل ايه؟ يعني احنا حنعمل سلايت انهانسمنت لللبس، اللبس عندك اصلا كويسة حاليا. اها. لكن يعني انت عايزة تبقى سلايتلي فريشر، تحط فيها مايلد فيلر زي ستايليتش سبيشال ليب، ده ميزته ان هو بيدي a little bit of volume و contouring at the same time غير ما يبقى شكله unnatural. اوكي حلو. شغله natural natural قوي وكلي فنان فنان يرسمك، عرفت؟ من غير ما يعني وقت اللي يشوفك حد يشوف حاجة كده يحسك refresh.